عندنا جرح حاجة اسمها الأول كده الأعداد الترتيبية. الأعداد الترتيبية دي إيه؟ أنا عندي الأرقام، حاجة اسمها الأرقام وحاجة اسمها الأعداد الترتيبية. الأرقام اللي هو 1 2 3 4 5 زي ما احنا عارفين، شوية عشان زمان اللي هي 1 2 3 4 5. طيب لما تيجي مثلا واحد يقول لك إيه، أنا طلعت الأول على المدرسة، طلعت الأول في سباق، طلعت الأول في مسابقة. الأول دي بقى اللي هي إيه؟ واحد يعني وان، تمام؟ طب الاول اسمه ايه؟ فارس. فارس يعني الاول، اول على المدرسه، اول في السباق، اول في المسابقه، الكلام ده. لكن ممكن تتكتب كده فارس، ممكن تتكتب ايه؟ واحد وجنبها ايه؟ اس تي. بتلاقي دايما مكتوبه كده واحد وجنبها اس تي. ايه اس تي دول؟ اللي هم اخر حرفين في كلمه فارس. طيب اثنين اسمها تو. طيب الثاني اسمه ايه؟ سكن. كده ازاي؟ اثنين وجنبها ان دي اللي هم اخر حرفين في كلمه سكن. طب ثلاثه ثري. طب الثالث ثري. ثلاثه جنبها ار دي. طيب اربعه فور. طب الرابع لا، اربعه رقم اربعه. الرابع بقى اسمه ايه؟ فور. فور حاطط عليها ايه؟ تي اتش. فور وحط جنبها تي اتش. هو برضه فور وهم حاطين جنبها ايه؟ تي اتش. طب خمسه فايف. الخامس اسمه ايه؟ فيفس. فيفس فيفس. اشيل الفي اي ديت واحط مكانها ايه؟ اف. هو عامل برضه خمسه وجنبها تي اتش. طب سته سكس. السادس سكس برضه حط لها تي اتش. سته وجنبها تي اتش. السابع نفس النظام. سبعه سفن. السابع سفن. سفن وحط جنبها تي اتش. الثامن 8 8 قصدي 8 الثامن 8 احط جنبها برضه تي اتش. 9 نفس النظام. 10 11 12 برضه ماشي. تمام؟ دي بسميها الاعداد بتاعتي. كنا بستخدمها في ايه؟ لما اجي اقول لك او اعرفك ترتيب حد في حاجه معينه. في مسابقه مثلا، في لعبه، في نتيجه، في كلام. ممكن استخدمها كمان في حاجه، كتبت في ترتيب. حضرتك شو السنه؟ January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September. ساعات هتلاقيه ممكن تلاقيه مكتوب سبتمبر زي ما انا كاتبها كده اي ار، وساعات ممكن تلاقيه مكتوب كده سبتمبر ار دي. اكتوبر نفس النظام، نوفمبر ديسمبر. ايه الفرق بين دي ودي؟ في عندنا اكبر دولتين بيتكلموا انجليزي اللي هم بريطانيا وامريكا، صح؟ بريطانيا بتكتبها اي ار زي ما انا كاتبها كده، امريكا بتكتبها ار دي. هتلاقي في كلمات كتير قوي عموما اي كلمه في الانجليزي اخرها اي ار في البريطاني ممكن تلاقيها ار دي. يعني مثلا كلمه سنتر مركز، تمام؟ ممكن تلاقيها مكتوبه كده وممكن تلاقيها مكتوبه كده. ضحكوا علينا زمان كده وقال لك ايه سنتر دي ار اللي هي مركز تجاري، ولا سنتر ار اي اللي هي مش عارف مركز دايره تقريبا او حاجه زي كده. الكلام ده ما فيش. الكلام ده هي دي هي في اي كلمه اخرها اي ار ممكن الاقيها ايه؟ ار دي. هي هي نفس الكلمه بس في الامريكي بتبقى ار اي، في البريطاني بتبقى ايه؟ اي ار. هي هي دي او دي عادي، دي صح ودي صح. فانت عندك عشان ممكن تلاقي مثلا في الكتاب عندنا منهجين، هتلاقي منهج اللي هو الريتيرن فور انجلش هتلاقي مكتوبه لك اي ار، ليتس جو لانه امريكي هتلاقي مكتوبه ايه؟ ار اي. عشان لو لقيتها كده او كده تبقى انت عارف اي كلمه اخرها اي ار هي هياها ار اي في الامريكي. تمام؟ طيب عايز اكتب بقى التاريخ هكتبه ازاي؟ يعني قلت لك مثلا 7 4 2010. عايز اكتب التاريخ ده كتابه بقى او كلمات، مش 7 اقول ايه؟ لا مش 7
السابع. اللغة العربية الفصحى على مدى التاريخ ده باللغة العربية الفصحى هو ايه؟ سيفنث أو السابع من البير 2010. البير اللي هو أربعة، ده اسمه إيه؟ أجر. تمام؟ عندك سبعة ده الأيام، أربعة ده الشهور، 2010 دي السنة. فأول حاجة سبعة ما بقولش سبعة، السابع. يبقى أقول إيه؟ سيفنث، أنت بتقول مثلا سيفنث أوف أبريل، ده شهر أربعة أوف 2010. قلنا عايز بس كويس قلنا لما بكتب التاريخ زي ده 7/4/2010 قلنا ما بكتبش 7 بكتب السابع اللي هو مين؟ سيفنس. طيب اوف بعد كده شهر 4 قلنا اسمه ايه؟ ابريل. يبقى 7 ابريل 2010. طيب لو قلت لك اكتب لي مثلا 5 6 2005 يبقى ايه؟ السادس من مايو اللي هو من يونيو قصدي اللي هو شهر 6 2005. يبقى اقول ايه؟ فيفث اوف جون 6 اللي هو مين؟ جون 2005. طيب قلت لك اكتب لي 9 3 2000 قول يا عم 9 اوف مارش 2000. تمام كده؟ سهلة؟ حد مش فاهم؟ لا ماشي.